طيب كمان فنيا عايز اعرف انت بتحضر لايه في الالبوم الجديد؟ هتصور حاجة تانية؟ انت صورت حلوين حلوين. عنا 8 اغاني هلا رح تنزل تباعا انا ومزيكا ابتداء من الاسبوع الجاي ان شاء الله. فيديو كليبس؟ في فيديو كليبس بينهم اكيد. صورت قد ايه يعني؟ عايزين حاجة اكسكلوسيف كده. صورت 2، صورت اول امبارح، صورت الثاني وحينزل قريب. يعني هو تصور بطريقة عفوية جدا جدا لأول مرة في حياتي، يعني أنت بتعرفيني أنا منتظم شوية بموضوع الفيديو كليب، بس تصور موضوع عفوي جدا رح تحبه إن شاء الله. الجديد يعني في الفيديو كليب ده موضوع عفوي، ده حاجة جديدة طبعا. هتشوف إن شاء الله. فيش أي حاجة إكسكلوسيف عن الموضوع. طب إيه الأغنية اللي تصورت؟ أغنية من كلمات محمد رفاعي وألحان جون ماري رياشي وتوزيعه. أنت بتكتب كمان يا رامي صح؟ طبعا أكيد. أنا أغنيتي تقريبا بـ90% مشارك بكتبتها إذا أنا ما كنتش كاتبها كلها، ومشارك بالألحان بكل الألحان اللي بعملها، بحب يعني ده المفروض. هلأ في أغنية أغنيتين تاخديها زي ما هي، بس بشكل عام في حد معين، جيل كبير جيل صغير تفكر تعمل معاه دي؟ يعني اختيارك لعدوية كان اختيار ملفت ومختلف، في حاجة شبهها؟ حاولوا يقلدونا كتير بعدين، بس هو الموضوع مش ده نجاح كبير على فكرة، بس مش موضوع اختيار، يعني مش موضوع أنا عايز أعمل ديو مع حد عشان ينجح. هي توليفة كده، فما ينفعش تصنعيها، لازم تخلق زي ما هي. فكل اللي صنعوها من بعدي ما نجحتش عشان مش حقيقية. أنا وعدوية كان الموضوع حقيقي جدا.